السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على الوداد الرياضي، يعني في النهائي، يعني وين 90 دقيقة تفصل يعني النادي الأمة نادي الوداد يعني من أجل يعني حصد اللقب الرابع في تاريخه والثاني على التوالي. هذه كاينه في شمال، ما كاش اللي داها جوج خطات على طريق في شمال افريقيا، وربما ما كاش وقيله ما كاش. خلينا مصر، انا مصر يعني نهضروا منا جوالين برك. وين ضيف ثقيل في نهائي الوداد الرياضي والاهلي المصري، يعني في المباراه، يعني وين ذكرت مصادر أن وليد الركراكي مدير الفني المنتخب الوطني المغربي قد قرر دعم الفريق الوداد الرياضي في مباراته الحاسمة المقبلة ضد نادي الأهلي المصري في نهائي بطولة العصبة الأبطال إفريقيا إياب، والتي ستقام يوم الأحد المقبل. ناس كيفاش تخدم خويا؟ ناس مدربين، يعني كاين هنا نعرفوا لهنا المدرب هذا تاع لهنا المشرف تاعكم، يعني ربع لعابه تقول حكاوا له عليهم، شافهم في التيك توك، بالك شافهم في التيك توك. حنا افضل لعاب في الليغ 2 كابيتان ديكيب راح الام صلال، بالك قالوا شافهم في التيك توك. انا نقولها لكم ونعاود، وكاله سياحيه عندنا هنا في ليكيب ناسيونال من التالي كاع. شوف الدايا تاع اوغندا تاع تنزانيا، ليكيب تاع ديك هذه اللي جات اللي لعبت فينال مع الياسما، جا لونترينير يعني عادل عمرو واش تكلم، جا لهنا وتفرج وراح، يعني شوف على قرب النهائي تاع كيسموها النهائي تاع اشبيليا مع الاخر، ناس ديزونترينير تفرجوا ديزونترينير ناس تتفرج خويا، ديزونترينير انت خير ولا تاع انجليز، انت خير ولا تاع انجليز، هود تفرج، هود البراقة، تخلى البراقة تفرج في المنصة الشرفية، ما شتوهش، كل سيماتك علينا كلش ما شتوهش، قاعد في باك يتفرج، يتفرج في اللعابة، يشوف، تاع اسبانيا ديك خطرة لعبوا كونتر كيسموها يا ربي. روما فانيك تفرج نورمال عادي، تاع اسبانيا تفرج نورمال، يشوف اللعابه في اشبيليا يشوف يرقب، انتوما انا هنايا انا ويزيد كاين يزيد له اي شو بغيتو يجي يتفرج في لابوبان، هو جابهم، احنا جبناهم هو جابهم، ها شو لنا شو رقلاقي شو ايديسات وجايده يتفرج فيهم في الايديسات في الإيديسات، خاطر علاه يعطي قيمة لبلاده ويعطي قيمة للمسؤولين تاع بلاده. هذه كي تكون تعطي قيمة لبلادك وتعطي قيمة للمسؤولين تاع بلادك، شوف كيفاش كاين بزاف أمور، كاين بزاف صوالح. وقد قرر دعم الفريق الوداد الرياضي في مباراته الحاسمة المقبلة ضد نادي الأهلي المصري في نهائي بطولة يعني البطولة دوري أبطال إفريقيا إياب، والتي ستقام يوم الأحد المقبل في نهائي بطولة الأبطال دوري أبطال إفريقيا. ووفق لمصادر سيقود الركراكي وجميع أعضاء المنتخب يعني المغربي جماهير وداد الرياضي في هذه المباراة المصيرية، والتي ستقام في ملعب يعني ملعب في المغرب، غادي يلعبوا لوتو في المغرب. في دار البيضاء غادي يلعبوا. وعبر الركراكي عن تأييده الكامل لفريقه السابق، أملا في تكرر الإنجاز الذي حققوه العام الماضي ضد الأهلي المصري. من جانبهم وإن رحبت الجماهير الوداد بالمبادرة الركراكي، واعتبرتها يعني تعبير صريح عن الروح العائلية التي تم ترسيخها خلال تدريبه السابق للفريق. وأكد الجماهير أن وجود نجوم منتخب المغربي سيشكل دفعة قوية للاعبي الوداد للفوز باللقب البطولة الإفريقية للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخه. هذه يا خويا الناس تخدم
الناس كلي على بالك باللي راهم على بالكم باللي يقولوا معنا الناس يتحرر في دراهمها، الناس يحرروا دراهمهم. على بالنا انتم تنظروا من هذه الهضره، احنا رانا نقول لكم على بالنا، يعني ما نقولوش حنايا باللي يا على بالنا. ايوا الناس اللي تخدم ها ما كاش يا ولد عمي، ها ما ها ولد عمي، ها بزاف ها بزاف. وين فانك بال يعني بالمناسبه، وين الحاكم الاثيوبي يعني وين الكاف اعلن الاتحاد الافريقي لكره القدم الكاف قراره النهائي بخصوص تعيين الحاكم الاثيوبي يعني بالملك يعني وين لإدارة مباراة العودة بين الوداد والرياضي والأهلي المصري في نهائي دور أبطال إفريقيا. يعني وين تلقى معارضة الحكم من جانب الأهلي يعني بالضغوطات تاعهم هذا مكان. ومن المقرر أن يتواجه الأهلي الوداد في المباراة حاسمة يوم الأحد يعني على الملعب المركب محمد الخامس ضمن فعاليات نهائي دوري أبطال إفريقيا. ووفق للتقارير موقع يعني أكدت الكاف رفضها لمطالبات التي طلبت باستبعاد يعني من الأهلي المصري باستبعاد الحكم الدولي الإثيوبي عن التحكيم هذه المباراة المهمة. وأشار الكاف إلى أن يعني الحاكم يعتبر واحد من 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 افضل حكام القاره، وقد تم اختياره بناء على خبرته الواسعه، ولا يوجد اي نيه لتغيير الحكم او استبعاده من اداره المباراه الاهلي والوداد في نهايه البطوله. واضاف الكاف انه يثق بشكل كامل في حكمه عموما الذين يتم اختيارهم لتلك الاحداث الكبيره، بما في ذلك الحكم الاثيوبي الذي يعد واحد من الحكام المميزين في القاره ويتمتع بنزاهه كبيره في اداره المباريات مثل هذه الاحداث، كما انه يتمتع بخبره غنيه جعلت كاف يختاره للتحكيم المباراه ذات هذا الحجم بين الاهلي والوداد. هذه صح يعني نقولوا بلي ها ودي صعيبة هاذيك، ها والله صعيبة، ماشي سهلة، واو. ما احنا الحكام عندنا يعني كما قال لك الايام ليست ببعيده، كان حكامنا رغم كل ما يرتكبونه من هفوات في ادارتهم لمباريات كره القدم محليا كانوا يشرفون البلد ويرفعون رايته عاليا، وهذه في الملاعب الافريقيه والعربيه والعالميه بصفه عامه، وينهون المباريات باشاده وتصفيق. لكن ما يحدث يعني في ظرف أسبوع في بلدان مختلفة موريتانيا وتونس ينادي له الجابين أداء أسقط سمعة التحكيم الجزائري وجعلهما في الحضيض. حنا الحكام تاعنا يا ربي يجيب، راهم ربي يجيب، ولاو قاع يخدموا ولاو ما يحوسوش باش يروح يحترف ولا باش لا، ولاو قاع يعني ولاو كيفاش نقولوا حنايا، ولات ناس ما تحوسي، ما لاوش يحوسوا صايك ولاش يحوسوا ولا باش تخدم باش صايد هي. المهم وين نتمنى ان شاء الله، انا واحد من الناس نتمنى الفوز للوداد الامه، نتمنى لهم الفوز، ونتمنى عوده قويه للرجاء البيضاوي، هذه هي من نوع عودة قوية الرجاء البيضاوي إن شاء الله بربي، يعني فاني كان هذا النادي اللي نتمناو له يعني العودة المنتخب للساحة. ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وإن شاء الله دائما معكم بجديد، واللي مشي أبوني معنا
وربي يحفظكم وصعيتوا خوتي.